السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا متابعينا على قناتنا العرب كوين في حلقة أو في شرح أو استراتيجية بمعنى أصح فيما يخص التداول في الخيارات الثنائية. اليوم سأتحدث عن إيكويشن في استراتيجية أقوم بالعمل عليها من أجل الحصول على أرباح منها. بطبيعة الحال الأمر لا يخلو من حصول بعض الخسائر، لكن مجمل الاستراتيجية يكون فيها أرباح وأرباح مع مرور مدة تداولك. ما أقصد بمدة تداولك يعني مثلا أبدأ في على مدة ساعتين مثلا من التداول، يكون جميع الأرباح وإجمالي الأرباح أكثر بطبيعة الحال من الخسائر، لكن تكون أرباح وأرباح كبيرة جدا. بكل حال بعد الدخول إلى منصة إيكويبشن من هنا، نقوم بإيداع بالضغط على أولا لمن لا يعرف كيفية الإيداع، نضغط على ديبوزيت من أجل إيداع بعض الرصيد من أجل بدء التداول، نضغطها هنا. بعد ذلك نقوم باختيار أحد الطرق الموجودة على المنصة. كما تلاحظون هنا يوجد أكثر من طريقة، مثلا الفيزا أو على أو سكري أو بيتكوين أو أدفيس كاش أو نيتلر أو بريفكت ماني أو ووب ماني. على كل حال هذه الطرق الموجودة على إيكويبشن، نختار منها. مثلا أنا أريد الإيداع عن طريق سكريل، فأختار سكريل، أختار الكيمياء التي أرى بها، ثم أضغط على بروسيس تو بايمون. ثم أقوم بإدخال حسابي بطبيعة الحال على سكريل، أضغط على لوجين. ثم أضغط على كما تلاحظون، ثم أضغط على باي ناو. بعد ذلك نقوم بتأكيد الدفع عن طريق الإيميل بين أو عن طريق موبايل نمبر، ثم نضغط على أحدهما كما تلاحظون، ثم كونتين. ثم تأكيد. بهذا نكون قد أتممنا الإيداع على حسابنا كما تلاحظون، والآن نتجه إلى التداول أو الاستراتيجية المتبعة من أجل التداول. بعد أن قمنا بالإيداع في حسابنا، أنا نقوم بتغيير بعض الأمور هنا من أجل أن نقوم بالتداول عن طريق الاستراتيجية المتبعة. أولا نقوم بتغيير هذا الشكل الخاص ب أول دخول للموقع، نقوم بتغيير الشمعات اليابانية من أجل فهم أكثر واستخدام أكثر للموقع. ثم نأتي إلى هنا من أجل تغيير إلى أقل شيء هو دقيقة. على كل حال نتركه على دقيقتين. كما تلاحظون هنا نعطيه على دقيقة واحدة كما تلاحظون. بعد ذلك بعد أن قمنا بهذه التغييرات المطلوبة، ضروري أن تقوم بتغيير هذه الأمور الموجودة. كما قلت، لابد من تغيير هذه الأمور واتباع الاستراتيجية نفسها. فأول شيء كما ذكرت هو تغيير التوقيت إلى دقيقة واحدة من هنا، وأيضا نأتي إلى الأهم وهي إضافة المؤشرات التي ستساعدنا على اتخاذ القرارات، مثل البيع أو الشراء. هذه المؤشرات هي التي ستعطينا يعني مساعدة أو تحليل للتداول من أجل سواء البيع أو من أجل الشراء، على حسب يعني الوقت وحسب الاستراتيجية التي وضعناها. على كل حال نختار المؤشرات التالية، مثلا نضغط هنا، نضغط هنا، نأتي إلى هنا، ثم نقوم باختيار هذا المؤشر، نضغط هنا، نقوم بتحويل بإضافة هذه القيمة. المرجو اتباع
نفس الاستراتيجية من أجل نفس القيم التي وضعتها هنا. على كل حال نضغط هنا أبلاي، بعد ذلك نقوم بإضافة مؤشر آخر وهو اسم هذا المؤشر، ثم نقوم بتغيير القيم التالية، نضع عن 2 هنا، هنا نضع 200، ثم تأكيد. بهذا نكون قد وضعنا المؤشرات التي ستساعدنا على البيع والشراء أو اتخاذ قرار سواء البيع أو الشراء، وهناك ما تلاحظون. ثم نبدأ التداول الخاص بنا أو اللحظة التي يجب أن نبدأ فيها التداول. الاستراتيجية المتبعة كما سأوضح الآن في هذا الشرح باعتمادنا على هذه السمعات، كما نلاحظ باعتمادنا على هذا الخط، تلاحظ في هذه النقطة مثلا عندما وعند وصول هذا الخط إلى مثل هذه الشمعة وانتظار هذه الشمعة عند الاكتمال، فما يجب القيام به في هذه اللحظة هي الضغط على الشراء. لماذا؟ لأن هذه الشمعة خضراء وهذه الشمعة تعطينا هذا النوع من التصاعد، أو أن السوق صاعد باستخدام المؤشرات التي قمنا بوضعها في الأول، مما يعني أنه عندما أقوم بوضع الضغط على الشراء من هنا ترتفع تلقائيا في الشمعات الموالية. نفس الأمر ينطبق على الشمعة الخاصة بالإخفاض. الأكيد أنه يجب الانتباه إلى أن هذا الخط أو هذا المؤشر يجب أن يمر على هذه الشمعة في الوسط تقريبا أو ما إلى ذلك. نفس الأمر ينطبق على هذه الشمعة كما تلاحظون، عندما مر المؤشر على هذه الشمعة فتلقائيا يعطينا مؤشر أو يخول لنا المؤشر أنه السوق هو سوق هابط، فبالتالي نقوم مثلا بالبيع. فبالضغط على البيع نقوم هنا بالربح بطبيعة الحال، فالشراء يجب أو البيع هنا يجب أن يكون في هذه النقطة. بعد ذلك سيقوم تلقائيا ببيع في الأسفل، بهذا تكون أنت رابح. نفس الأمر ينطبق على هذه الشمعة كما تلاحظون، هذه الشمعة أيضا، هذه نفس الشمعات التي قمت بشرحها الآن كلها تنطبق عليها هذه الاستراتيجية. نقوم بالشراء أو البيع اعتماد على نوع الشمعة، وأيضا على أن الشمعة، والأكيد أؤكد عليها، على أن الشمعة يجب أن تكون على هذا الشكل. نفس الأمر هنا، نفس الأمر في هذه الشمعة، وأيضا في شمعات قد قامت بالمرور. كما تلاحظون هذه الشمعة غير منطبق عليها الأمر، لأن هذه الشمعة لم تكون على وسط البيع الكثيف أو الشراء الكثيف إن لم يكن إن صح التعبير. فهذه الشمعة كما تلاحظون وهي حاليا يعني على المباشر كما تلاحظون، فهي مرة المؤشر مر على هذه الشمعة، وبالتالي سيكون السوق صاعد 100% أو إن صح التعبير 99%، فالأمر نسبي كما تلاحظون. فكان علي أن أقوم بالضغط على الشراء هنا، وبالتالي سيكون هناك ربح صافي من هذه الصفقة. وسأضع لكم بعض الصفقات التي قمت بالقيام بها وتم تسجيلها أو توثيقها في حسابي. قبل إنهاء الفيديو بطبيعة الحال يجب أن أقوم بتوضيح بعض الأمور، أنه لا يجب أن تقوم بالدخول في أي صفقة كانت، لكن يجب أن تتوفر هذه الشروط، أن تكون هذه الشمعة من هذا النوع بطبيعة الحال، شمعة كثيفة سواء بيع أو شراء، والمؤشر مر على وسطها أو تقريبا، وبعد ذلك تقوم باتخاذ القرار بناء على الشمعة
التي مر عليها المؤشر، سواء كانت هذه الشمعة شمعة البيع أو شمعة الشراء كما تطرقت في الشرح السابق. إذا كان هناك أي استفسار أو أي شيء يتعلق بالفيديو، لا تتردد بوضع التعليقات في الفيديو. في أمان الله.